يا عيني على أبطالك يا مصر، يا عيني على بناتك يا مصر، من بسنت النعمة وقبليهم في ريال أبطال حقيقي من ده. النهارده بسنت حميده خدت الميداليه الذهب الثانيه ورقم قياسي جديد، جمالها انها في العاب القوى اللي احنا زمان ممكن ما كناش مميزين شويه فيها، وفي رفع الاثقال رفعت البطله نعمه سعيد الجبال ورفعت علم مصر معاها بميداليتين ذهب. بلد تفرح، بلد كلها ابطال، مش بتخلص ابطال يوم ورا يوم، بطل جديد وبطله من حديد. ناس بتحب بلدها، بتشرف بلدها، بتعلي بلدها، وبلدها فخورة بكل نقطة عرق وجهد منهم. ربنا يحافظ على أبطالك